السلام عليكم ورحمة الله. طلاب صف الثاني متوسط لمتوسطة الأكنان الأهلية البنين، درسنا اليوم هو unit 6 lesson 1 which is what do they do. أوكي، ماذا يعملون وماذا يفعلون؟ بهاي اليونت راح تاخذون many jobs. أوكي، many definitions of jobs. راح تاخذون تعريف بعض الوظائف، يعني راح تتعرفون بصورة مفصلة على تقريبا كل وظيفة وشنو طبيعة العمل بها والعامل بها شنو من ملابس يرتدي. نجي على هاي التعاريف اللي هي جدا جدا مهمة. أوكي، A business woman، سيدة أعمال، هنا أنا. Works in an office and runs a business. She is very good at working with money. Okay، يعني البزنس وومن، سيدة الأعمال، تعمل في دائرة. أوكي، وتدير عمل، هنا runs بمعنى تدير وليس يركض. She is very good at working with money. هي جيدة جدا بالعمل بالنقود، يعني تستطيع تعمل بصورة جيدة. أوكي، ثانيا أو be a pilot. Pilot هو الطيار. أوكي، flies a plane and takes people to different countries. He or she has to wear a uniform. الطيار يدير الطائرة. أوكي، ويأخذ أو يأخذ الناس إلى مختلف البلدان. هو أو هي، يعني ممكن رجل يقود الطيارة أو ممكن امرأة. يجب عليهم، هنا has to يجب. أوكي، معناها يجب أن. wear a uniform، يرتدون بدلة العمل اللي الخاصة بالطيار. see architect أو an architect، نلاحظ إنه كل job تبدأ أو تسبق بارتكل. أوكي، يعني إذا كان اسم الوظيفة يبدأ بحرف صحيح راح نسبقه بA. for example businesswoman sorry and pilot. لكن إذا كان اسم الوظيفة يبدأ بحرف علة، أوكي، for example architect engineer، لا، لازم نسبقه بالارتكل N. فان architect sorry plans and designs buildings، يخطط ويصمم المباني. he or she works in an office، أين يعمل المهندس المعماري؟ في دائرة. دي a mechanic، لاحظ إنه هنا أنا begins with a consonant so it preceded by the letter N. okay، mechanic works in a workshop، ورشة أو a garage أو garage and repairs people's cars، ويصلح سيارات الناس. يعني وين يشتغل؟ workshop or a garage. okay، شنو عمله؟ What does he do? He repairs people's cars. An engineer works outside. يعمل خارج. Or in an office. يعني إما خارج الدائرة، دائرة العمل، أو بداخلها. He or she designs. يصمم. Builds. يبني. Or repairs machines. أو يصلح الماكينات. لاحظ هنا السي اتش منقرة شي، مو لفظها شي لكن لفظها شي، ماشينز. اوكي، رودز طرق، ام بريدجز الجسور. اف از ا شوب اسيستنت، عامل محل. اوكي، وركس فور ا شوب كيبر، يعمل ل صاحب المحل أو عند صاحب المحل. هنا نلاحظ أن الشوب أسيستنت هو عامل، لكن الشوب كيبر هو صاحب المحل. A shop owner. okay، he or she، طبعا ممكن رجل أو امرأة. helps customers. and what does a shop assistant do؟ he or she طبعا helps customers، ساعد الزبائن. The people who want to buy things in the shop، الناس اللي يريدون يشترون أشياء من المحل، من اللي راح يساعدهم؟ shop assistant. G is a firefighters. okay، رجل الإطفاء.
firefighter's job is very dangerous. ممكن يجيك سؤال which job is very dangerous. اوكي يا عمل اللي هو جدا خطر. الجواب الصحيح هو a firefighter. He or she puts out fires. Puts out معناها يطفئ. Fires النار أو النيران. And saves people. إذن إلي وظيفتين إنه يطفئ النار وينقذ حياة الناس. Saves people. A firefighter has to. يجب أن. Wear special clothes. يرتدي ملابس خاصة. اللي هي هاي بدلة العمل، البدلة الخاصة برجل الإطفاء والخوذة وأيضا نظارات واقية. هسه رايد منك بهذا الدرس إنه match the definitions to the pictures. أوكي إنه توصل التعاريف لهاي الصور. فلاحظ the first picture is أو for a mechanic. أوكي ميكانيكي. The second is مبينة يعني من ال صورة the pilot. The third is a firefighter. The fourth is business woman سيدة أعمال. The fifth is engineer. Okay المهندس. The sixth is ممكن shop assistant. Okay ممكن shop owner. بس اللي رايدة منه هو اللي رايدة عفوا من أدنى هو shop assistant عامل في محل. و finally 7 is architect المهندس المعماري. تعريف جدا جدا مهمة تجيك كفراغات، تجيك ممكن انه عرف فلان وظيفة. اوكي ممكن سؤال ضمني من عنده مثل اللي طرحته اثناء الشرح. هسه نجي نحل exercise A and B. اوكي which is page 78 for unit 6. لاحظ في exercise A match these beginnings okay and endings to make the names of the of 10 jobs write them. منطيك بدايات الجوبز ومنطيك نهاياته طبعا بصورة عشوائية randomly. رايد منك انه توصل بين بداية الكلمة ونهاية الكلمة الصحيحة وبالتالي تكتبهم هنا. نيجي على أول واحد business. حسب طبعا التعريف اللي انطانا اياها بالstudent book business احنا اخذناها woman. اوكي business woman نكتبها أول واحدة. the second one is engine. طبعا نعرفها engineer المهندس. The third one is architect المهندس المعماري. طبعا هاي ال CH نقراها K architect. The fourth one is pie هو طبعا pilot الطيار. Fifth one mechanic K الميكانيكي. Sixth one is dentist طبيب الأسنان. هاي المفردة طبعا مرة عليكم باقي اليونتات السابقة. dentist هو طبيب الأسنان. firefighter اللي هو رجل الإطفاء. teach teacher معلم أو مدرس. duct with O doctor الطبيب. هسه نجي على exercise B ask and answer. اسأل وجاوب these questions about jobs. اسأل وجاوب هاي عن الجوبز اللي منطيك إياها. who works in an office من الذي يعمل في دائرة. طبعا عندنا more than one job. okay to who writes articles for a newspaper من الذي يعمل لصالح أو في جريدة الجريدة. three who wears a uniform who corrects mistakes in articles who
who takes care of sick people, who takes care of other people's teeth, who repairs cars, and who works in a shop. And finally, who brings food to your table in a cafe. هاي الأسئلة طبعاً سألنا إياها رايد من عندنا حسب الوظائف حسب الجوبز نجاوب عنها. ممكن سؤال واحد ينطيني أكثر من جوب. For the first question is who works in an office. من الذي يعمل بالدائرة؟ عندنا more than one. Okay, أكثر من واحد اللي هم ال office manager والbusiness woman and the architect. ثلاثتهم okay يعملون وين؟ في دائرة. The second is who writes articles for a newspaper. من الذي يكتب مقالات للجريدة؟ اللي هو reporter. Okay, المراسل أو الصحفي. The third one, who wears a uniform. من الذي يرتدي زي أو بدلة العمل؟ اللي هو pilot. Okay, number three is pilot. Okay, four, who corrects mistakes in articles. من الذي يصحح الأخطاء الموجودة بالمقالات اللي يكتبها الريبورتر؟ اوكي يعني بالبداية يكتبها الريبورتر بعدين تندز. منو اللي راح يصححها؟ الاديتر المحرر. The fifth one is who takes care of sick people. من الذي يعتني بالمرضى؟ اوكي اللي هم الدكتور and the nurse يعني اثنيناتهم الطبيب والممرضة. The sixth one is who takes care of other people's teeth. من الذي يعتني بأسنان الناس الباقية؟ اللي هو dentist. احنا نميز من التيث. اوكي يعني dentist. The seventh one is who repairs cars. من الذي يصلح السيارات؟ طبعا اللي يشتغل بالجراج اللي هو الميكانيك. اوكي او ميكانيك سوري او in workshop بالورشة. 8. Who works in a shop. من الذي يعمل في محل؟ اوكي عندي اثنين الشوب اسيستنت العامل والشوب كيبر ايضا صاحب المتجر او صاحب المحل. Who brings food to your table in a cafe. من الذي يجلب الطعام او الذي ياتي بالطعام الى طاولتك في المقهى او ايضا in a restaurant. طبعا هم either waiter النادل او waitress النادلة. هذا كل ما يخص درسنا اليوم. أتمنى تستفادون من عنده. And bye bye for now.